حنا الناس ديال المدينه ما عايشوش الحال، واش هاد المؤسسه دي حشومه تطيع؟ باغيين يبيعوا القيمه ديالها 16 مليار ونص. هاد المؤسسه فيها 4 قطارات و600 مترو، جوج قطارات مؤسسه، جوج قطارات و600 مترو كلها خلا، باغيين يبيعوها يطلعوها عمارات لمفكر التسميه. جا حنا ما تنكذبوش، راه تنقولوا حقائق. جا يشوف الناس داخلين معاهم في المفاوضات، والورقه اللي منزلها وزاره العدل والحريه هي عندي دابا نصيفطها لك ونقرا كاع، نقدر كاع نقرا لك. ما فيهاش داوين على الناس على الطريقه ديال السداد، كيفاش غيبيعوا، كيفاش غيشتروا المؤسسه، الاجراء راه كيف قلت لك، كيف كيعرفوا الناس ديال القانون، كيجي الطرف دفتر التحملات للاحتفاظ بغالب الاجراء ولا بمعظم الاجراء، هما تيركزوا على الوحده تبقى فندقيه ما تحيدش. ولكن الاجراء فاش كيكون التفاوض باللي باغي يبيع وباغي يشتري، ما كاين حتى شي قانون ولا قوه القانون تفرض عليه انه يحتفظ بالاجاره. غادي يمشي يشوف السي خالد الخطه باش تعرف سوء النيه ديالو، شنو غيوقع؟ لوطيل غيبيعوه، حنا الاجاره حقنا كيقول لك مضمون في دفتر التحملات. ملي غيتباع هاد لوطيل الفلوس ديال هاد المؤسسه غتنوض عليها الفوضى بعدا. لا سينيسيس كتسال، لا سيمير كتسال، لا سينيسيس كتسال، اتصالات المغرب كتسال، الجمارك كتسال، الديوانه كتسال، وبزاف ديال العراقيل. وشوف حنا الأجارة إلا شاطت لينا شي حاجة بعدا من دوك الفلوس، فحرام. كاين مشرف عام هنا حسن ما نعرفش، بغو نبلغو لي رسالة شي دوك الآلي. مشاهدي قناة محمدية بريس، أهلا وسهلا بكم. كنتواجدوا الآن أمام أوتيل أفانتيف، وقفة احتجاجية اللي كيقوموا بها العمال ديال هاد الأوتيل. عرفنا براسك وسبب الوقف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله حمد الله ينفذ بضوضان أمين. الكاتب العام لشركة كورال ريزورت هولدينغ المعروفة بالاسم الإشهاري فندق أفانتي المحمدية. فبطبيعة الحال كيف كتعرف السي خالد، وآخر نداء اللي كنا درناه للأجراء بطبيعة الحال باش يجيو ويدويو على حقهم وعلى المستحقات ديالهم، فالإخوان لباو النداء ديالنا وجاو كيف ما كتشوف بطبيعة الحال، وهو مازال كذلك باب النداء مفتوح لباقي الأجرات إن شاء الله اللي باقي ما جاوش باش يحتجوا معنا. في البدء السي خالد، من بعد الاجتماع ديال 26 نوفمبر اللي كان في عماله المحمديه مع السيد كاتب العام المشكور بطبيعه الحال على المجهودات الجباره اللي قام بها، فتلقينا دعوات من المجتمع المدني بطبيعه الحال والسياسيين ديال المدينه اللي بغاو يتحركوا، اللي ما عجبهمش الوضع على الفندق وعلى هذه المعلمه اللي ما آلت اليه بطبيعه الحال نظرا لسوء التسيير والتدبير. حنا بعجاله فقط سوف يكون هنالك تذكير للراي العام بطبيعه الحال والمشاهدين اللي كيشوفونا. هذا الوطيل هذا كانت فيه التصفيه مع استمرار النشاط من 2018. من بعد وابل ديال الاجتماعات والشكايات للسيد العامل لوزاره الادماج والتشغيل، للسندك المكلف بالتصفيه القضائيه، ولا حتى طلب ديال الاستغاثه بطبيعه الحال للسيد رئيس الحكومه، فتنتفاجئوا بان جات التصفيه مع تفويت. كيف كيعرفوا الناس وكيف كيعرفوا الناس ديال القانون، ملي كنفوت بطبيعه الحال كون بغيت انا نحافظ على هذه الاجره غادي تضل علاقه شغل قائمه بين اجيري ومشغلي. الناس تيقول لك انا ضامن لك حقك، حقي كاينه فيه وقيله تنظن باللي سطر في دفتر التحملات هو الاحتفاظ على اغلب الاجراء ولا المعظم ديالهم، وبطبيعه الحال غالبا تيكون تفاوض بين هذا السيد اللي غادي يشري وبين الناس اللي بغاو يبيعوا. حنا الغريب في الامر لوطيل كنا وقفنا حيت حزوا على الممتلكات ديال العمودي وديال البعامر، حزوا عليهم حيت تابعين للشركه المصفات ديال لاسامير. حنا اللي بغينا نفهمو هو ان لاسامير باقي خدام وباقي الناس فيه تيتخلصوا، كاينه سلام غاز ياك حنا تابعين ليه، واش حنا تابعين ليه في المشاكل؟ والغريب في الامر هو ان السلطات ولا المصفي المكلف بالتصفيه السي عبد الكبير الصفادي ما تجرأش على انه يحيد لاسامير استمرار النشاط وحيد لنا حنا استمرار النشاط. بغينا نعرفوا دابا كاين الاستثناء باش ما يكونش الكلام ديالي مكرر، كاين الاستثناء. راه من بعد شهر 12 هاد الناس اللي ما تبعش المؤسسه شنو غيديروا؟ يمشيو يتسردوا. وتسنى حتى تتبعوا، حنا بطبيعه الحال كنعرفوا كاينين شي مسطرات، راه هو السندك المصفي راه تيضرب بالقانون تيضرب بعرض الحائط، وتسنى تتبع هاد الوطيل ومن هنا شهر واحد ولا شهر جوج، اش غيكون الناس هاد المآل ديال هاد الناس هادو؟ فهذا هو السؤال المطروح. جيتي هاد السندك كلفتي مسرف عام اللي هو السيد حسن منار، انا ملي كنعرف شي مصفي كيصيفط واحد كيشرف على شي مؤسسه، اذا راه كاين فيها المشكل، خاصو يبقى كان كيجي كيشرب قهيوه الصباح، هما الاخوان كلهم كيسمعوا ليا، الا كنقول شي حاجه خطا يسكتوني، كيجي كيشرب قهيوه في الصباح وكيمشي، هذا هو الاشراف، ما نحاسبهمش. انت منين جيتي النهار الاول انت مسرف عام، خاصو هذا المصفي يصيفط لنا واحد اللي فاهم وعلى درايه بالفنادق والسياحه، مصيفط لنا واحد ساميريا، شو دابا الغريب في الامر؟ شو التناقض؟ دابا حنا تابعين لسامير في المشاكل وفي الفلوس ما تابعينش ليهم، مصيفطين لنا واحد
عدوا تجربه حقهم التصفيه كانت في شركه لاسامير مسيطروا لينا، لا يفقهوا في ميدان السياحه والفنادق شيء. جايبينو يشرف حنا على هذه المؤسسه، ملي جيتي تشرف عليه دوز الباساسيون، خذ انت زمام الامور وتكلف، تحافظتي على مدير اللي تتبلغ السالير ديالو 60,000 درهم، حافظتي عليه، وكتجي حنا كورونا جات الاوامر الملكيه باش نجلسوا في 15 مارس، استجبنا، ملي تنجيو تتقول لنا ازمه خانقه ما تكذبش علينا، حنا ناس راه فاهمين في القانون وكنسولوا على راسنا، حنا جلسنا حيت الناس حاجزين على الحويجات ديال العمودي وبعامر، من وراها جات كورونا خدمات المصالح ديالكم، جلستونا في الزنقه. فحنا اللي تناشدوا تنقولوا للسيد رئيس الحكومه مشيتي لمعبر الكركارات مزيان، راه حنا ديك النهار صيفطنا شكر القوات المسلحه ديالنا الملكيه، وصيفط وزير السياحه يجي يشوف لنا الدروينه هذه. راه حنا كندوب بلغه شعبيه باش يفهمونا الناس، وكندور الله سبحانه وتعالى اللي عالم بينا. حنا هاد الصندوق اليقاده مالو باقي ما فاقش وناعس، ياك هو ديال اليقاده باقي ما عطاوناش 3 شهور، تنتسالوا 10 و11، احنا على ابواب 12. حنا الناس ديال المدينه ما عاشوش الحال، واش هاد المؤسسه دي حشومه تضيع؟ باغيين يبيعوا القيمه ديالها 16 مليار ونص، هاد المؤسسه فيها 4 القطارات و 600 مترو، جوج قطارات مؤسسه، جوج قطارات و 600 مترو كلها خلا، كرت السميه، جا حنا ما تنكذبوش راه تنقولوا حقائق، جا يشوف، الناس داخلين معاهم في المفاوضات، والورقه اللي منزلها وزاره العدل والحريه هي عندي دابا نصيفطها لك ونقرا كاع نقدر كاع نقرا لك، ما فيهاش داوين على الناس على الطريقه ديال السداد، كيفاش غيبيعوا؟ كيفاش غيشتروا المؤسسه؟ الاجراء راه كيف قلت لك كيف كيعرفوا الناس ديال القانون كيجي الصرف دفتر التحملات للاحتفاظ بغالب الاجراء ولا بمعظم الاجراء وما تيركزوا على الوحده تبقى فندقيه ما تحيتش ولكن الاجراء فاش كيكون التفاوض بين اللي باغي يبيع وباغي يشتري ما كاين حتى شي قانون لقوه القانون تتفرض عليه انه يحتفظ بالاجراء غادي يمشي يشوف السي خالد الخطه باش تعرف سوء النيه ديالو شنو غيوقع لوطيل غيبيعوه حنا الاجراء حقنا كيقول لك مضمون في دفتر التحملات ملي غيتباع هاد لوطيل الفلوس ديال هاد المؤسسه غتنوض عليها الفوضى بعدا لا سينيسيس كتسال لا سيمير كتسال لا سينيسيس كتسال اتصالات المغرب كتسال الجمارك كتسال الديوانه كتسال وبزاف ديال العراقيل وشوف حنا الاجراء الى شاطت لينا شي حاجه بعدا من دوك الفلوس فحرام كاين مشرف عام انا حسن منار تنبغوا نبلغوا لي رساله شي دوك الاله القدوري عضو المكتب النقابي لعمال فندق افانتي المحمديه المنضوي تحت لواء الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل ومندوب الاجراء حنا التساؤل اللي كاين حنا يبيعوا لوطيل ما يبيعوش يسدوه ما يسدوش هو هاد الناس بغى يبيعوه بغى يسدوه غيديروها حل مع هاد الناس راه كاين الناس اللي عندهم الله يكون في العون كاين اللي عنده طريطات كاين اللي عنده كرا كاين اللي عنده والديه مراد كلها العش خدام الله يسهل على كل واحد حنا ما كيفاش نقدر ما نقدرش نقول لكم حتى شي حاجه اخرى الخارج الحوايج راه باينين السيد الاخ راه دوا تا هو راه قال لك شي اللي كاين وحنا كنايدوه داك الشيء اللي قال كاينين شي حويجات اللي ما نقدرش نقول ما نقدر نقول عليهم حتى شي حاجه ما نقدر نعلقوا على حتى شي حاجه وانما لا كيفاش الحاله الاجتماعيه ديال العمال هنا الناس الله يكون في العون البلاد ديالنا هادي الله يكون في العون كاين اللي كاين عنده طريطه كاين اللي عنده وليدات كاين اللي مسكين مازال باقي على ابواب باغي يتمنى باغي يدير حتى هو دارو باغي يدير وليدات ديالو باغي يدير شحال ديال الحوايج معنا احد العمال اللي لحق واحد الضرر كبير شنو هو الضرر اللي لحق؟ ضرر اختي انايا دابا عندي التريسه ودابا كتساني دابا 5 شهور كتساني 5 شهور التريسه والبنكه دابا ما دار بغات دير لي الدار جاني الحزم من البنكه فهمتي؟ ودابا انا ما لقيت من ناكل من الشراب وعندي وليدات جوج بنيات من امتى وانتم حابسين الخدمه دابا؟ دابا من شهر 3 من شهر 3 حنا واقفين كلمه للناس ما عندي ما بقيتش ما ندخل ما ندخل على وليداتي والو ما ناكل ما نشرب الله يسر سيدنا لما شوف فينا وسيد العميل والسلطه المحليه وانا كنطالب انا راني مشر ولد بلادي في الزنقه ولا حوايج غيطيحوا لي الزنقه وما بقيتش ما ناكل ما نشرب الله يسر سيدنا الله يسر سيدنا الموقف معانا وحنايا راه واقفين والناس كيتشردوا والله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا وسيد العامل والسلطه المحليه توقف معنا وحنا هاد الوطن شحال نورفي كنقدر نسقى في الله ندير معيش لوليداتنا وبغينا نخدموا فيه بغينا ماشي انا بوحدي جميع الدراري اللي معايا والناس معايا السياحه وكيز بالمدينه وهاز السياحه وهاز بكل شيء بصراحه ختامو ختامو مسك كيف كتشوف الحاله الاجتماعيه ديال الناس راه مزريه
حنا الا كان شي تدخل ديال السلطات المحليه ولا ديال سيدنا الله ينصرو باش يتدخل يشوف معنا الحل ونعرفوا المشكل فين كاين ونلقاو وزير القرار والجريره ديالو ونعاودوا نفتحوا الابواب ديال هذه المؤسسه. راه تنعش مدينه المحمديه راه معلمه هذه، راه لا تحركت هذه المعلمه راه بطبيعه الحال تترجع بالفضل على التجار ديال المدينه الى اخره، والناس راه كيعرفوا هذا الشيء. وشكرا جزيلا.